مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسنة بعد زوال يوم أمس السبت 9 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلمة الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة المغربية. هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للملك محمد السادس خلال الاجتماع الذي ترأسها، ويظهر من خلال الصورة علامات الحزن والأسى باديه على وجه الملك لما أصاب أبناء الوطن. وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة: نظرات حزن تختزل مشاعر شعب بأكملها في هذا المصاب الجلل. وقال آخر: حفظك الله ورعاك وسدد خطاك وبارك الله في عمرك، أنت أبا المغاربة جميعا ونحن دائما سنكون جنود مجندة وراءك. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.